فقال: فرأيتم النار التي تورون، يعني تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ تصور حال الناس بدون نار، شو راح يصير فيهم؟ ها؟ شيء، صح ولا لا؟ يعني طهي الطعام هذا شيء عظيم، الناس ما تستطيع تأكل الطعام بلا طهي، وهذا يكون في النار. قد يقول قائل: في أجهزة كهربائية بدون نار، الأجهزة تصنع بالنار، الأجهزة. واحد مرة أقرأ مقال عن الزجاج في حياة الناس، قال: كيف حال الناس الآن بدون زجاج؟ الزجاج هذا طبعا في النار، ها؟ كيف نقود السيارات؟ كيف تطير الطائرات بدون إيش؟ بدون زجاج. أشياء كثيرة تدخل فيها الزجاج، أشياء كثيرة جدا، وهذه كلها تصنع بالنار. الحديد الناس تحتاج إليه، يصنع كله إيش؟ بالنار. فربنا جل وعلا أكرم عباده، أكرم عباده بنعم كثيرة. فقال: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لكن الله يقول: نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. التذكرة قبل إيش؟ المتاع. المقوين يعني المسافرين، المسافر إذا رأى خاصة بالليل نار تشتعل في صحراء مظلمة، رأى نار يستأنس، أنا في بشر قدامي، صح؟ إحنا اليوم مثلا لو واحد يمشي في طريق البر يشوف أضوية قرية ولا محطة بنزين وكذا يفرح، من بعيد يهدف عليه لين ما يوصل لها، ومكان مظلم، صح؟ واحد يمشي في الصحراء في نار، يعني في بشر أمامك يستأنس. لكن قبل الاستئناس بالنار وفوائدها وإلى آخره، قال الله جل وعلا: نحن جعلناها تذكرة، تذكر بها ماذا؟ العبد نار جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي تورون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال رسول الله: والله إنها لكافية، النار هذه يعني من يتحملها؟ كافية نار الدنيا. قال: بل فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. الله أكبر. ها؟ يعني كيف إذا زلزلت الأرض كلها زلزالها؟ الأرض الآن زلزال جزئي دقيقتين ودقيقة يقولون، ها؟ طائش عمل أي صار في تركيا وسوريا واهتزت سوريا كلها ووصل مدري وين، قالوا لبنان سبحان الله، وهي دقيقتان. فكيف إذا زلزلت الأرض كلها؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، كيف إذا ارتجت؟ كيف حال الناس؟ طيب هذه البحار ها تسعر ولا تصير ايش؟ نار. الان البحار هذه خاصة المحيط، يعني حد دخل المحيط تشوفونه بالصور، بس اللي يدخل بالطبيعة بعد شوف شيء هول هول عظيم، امواج كالجبال. كيف يعني هو ماء الان، هذا يا كم يهلك فيه وهو ماء، كيف عاد اذا اشتعل نار؟ هذا كله والله انه الحق مثل ما انكم تنطقون، كله سياتي والكل سيواجهه. من ذا الذي ينجو؟ الذي رحمه الله عز وجل، الذي تولاه برحمه، الله يتولى برحمته. حتى الشمس هذه اللي قد ضربت شمس، في ناس يموت منها، وهي يعني بعدها يقال كم ملايين السنين ما ادري كم، ها صح؟ لكن يوم القيامة تدنو على رؤوس العباد، الآن هكذا الناس تنصهر منها. فكل هذه الأهوال ربنا يذكر، يعني نموذج مصغر في الدنيا جدا، إن كان زلزال ولا نار ولا رج، ردت الأرض كلها يوم القيامة يصير شيء أعظم من هذا بكثير. حتى ربنا قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ربنا يقول عنه عظيم، الله المستعان، الله المستعان. المهم أن ربنا جل وعلا خلق هذه النار فيها فوائد، ها فيها فوائد، لكن في ناس تحترق فيها، يحترق شهيد، الحريق شهيد والغريق شهيد، لكن المصالح فيها كثيرة. تصور الناس لو كانوا بدون بحار تعطلت مصالحهم كثيرة جدا، تجارتهم، سفرهم، نقل البضائع كلها عن طريق البحر، الفلك هذا الذي ذكر الله منته على عباده. كيف هاي السفن البواخر هذه الآن بعضها كأنها مدينة، فيها مطاعم وفنادق وفيها غرف وفيها ملاعب وفيها وبضائع وحامل بشر أعداد كبيرة على الماء. هذا ربنا جل وعلا إيش كم مرة ذكر الله في كتابه: والفلك تجري، والفلك تجري، كل ذلك يذكر منته سبحانه وتعالى، منته على عباده النار.
فقال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم تشعلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فائدتها قال نحن جعلناها تذكرة تذكرة ومتاع للمقوين. قبل أتمتع بها فوائدها هي تذكرة تذكر بإيش نار جهنم. فاتقوا النار ولو بالشقي ولو بالشقي. نعوذ بالله من عذاب النار نعوذ بالله من عذاب النار نعوذ بالله من عذاب النار. نعم.